مجتمع رجال الأعمال يمثلهم غرفة التجارة وصناعة قطر، الجهة اللي تنقل صوتهم وتساهم في تحقيق التواصل مع الجهات المعنية والرسمية لتوفير أفضل بيئة أعمال على مستوى الدولة. شخصية اليوم في أحد الأيام كان أصغر رئيس غرفة على مستوى المنطقة. السلام عليكم ابو خالد. هلا هلا والله. صبحك بالخير. الله يصبحك بالنور. شلونك؟ شلونك؟ وين سرحان يا اخوي؟ سرحان بالارتشاب شوي. عساك على القوه. ذكروني بنادي الفروسيه ابو خالد. هلا والله. ذكرنا الجسره والسوق واقف، تاريخ صح، لو ذكرنا المانع ايضا تاريخ بالتجاره. صح، خبرنا عن تاريخ المانع التجاري. تاريخ المانع، اول شيء جدي الله يرحمه محمد بن عبد اللطيف المانع كان طواش وتاجر لولو، وأيضا يتعامل بالتجارة. طبعا كان يروح البحر يمر على الغواصين ويأخذ منهم، يشتري منهم اللولو ويبيع في الهند، في تقريبا في آخر المراحل كان يبيع على أوروبا بعد، ويجيب من الهند بضايع أرزاق عيش وبضايع ثانية ويبيعها هنا في على التجار وفي السوق. حروة سنة كم الكلام؟ تقريبا في 1910 1920 قبل بعد، يعني تقريبا يعني في بداية 1900 يعني. وبعدها فترة الوالد في التجارة شلون كانت؟ الوالد الله يسلمك، طبعا لما اندثرت تجارة اللولو بدأ الوالد بعد تقريبا في 1950 في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات سوى شركة مقاولات. لما بدأت شركات البترول تجي كان أكثر شيء شغله في دخان، كانوا يعملون حفريات حق شركات البترول، وأيضا بنوا بعض المدارس في قطر. وبعدها تقريبا الوالد جاته هدية، راديو صغير، جاء هدية من واحد من ربعه، فشاف اسم الشركة على الراديو فيليبس، وقال حق الموظفين عنده راسلوا لي هالشركة وخلنا ناخذ وكالتهم، وفعلا راسلوا الشركة وخلنا وكالة الفيليبس. هذه بداية الفيليبس. وكالة الفورد فترة من الفترات كانت عندكم. صحيح. لكنها انتقلت لعيال عمك. صحيح. شو اللي صار بالضبط؟ طبعا اول ما جت اخذنا وكالة الفورد بداية ما كانت تجي السيارة كاملة، كانت تجي في كراتين، وكانوا يركبونها الموظفين في قطر وبعدين تنباع. اللي صار الله يسلمك صارت المقاطعة في سنة 73، مقاطعة الشركات اللي تتعامل مع إسرائيل والاحتلال الصهيوني، صارت المقاطعة وتمت فترة المقاطعة. وبعدين الجماعة يعني ما كان لهم ذاك، يعني ما اهتموا أنهم يرجعون الوكالة. فالعم عمره الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية سأل الوالد، قال له أنا ودي أجيب وكالة الفورد، تسمح لي يعني أخذها؟ قال له إيه ما في مشكلة. قال تبون تشاركوني؟ يعني سأل الوالد الله يرحمه، قال له تبون تشاركوني فيها؟ قال له الوالد لا، يعني ما لنا حاجة فيها. وخذها العم عمر وصارت يعني من عم إلى عم، ما راحت يعني الغريب. إيه ما راحت الغريب يعني. بخالد ذكرت أن الوالد فتح وأنشأ شركة مقاولات. نعم. مقر الشركة وين كان؟ مقر الشركة أول شيء في دخان، وبعدين أسس أيضا شركة المانع للهندسة والمقاولات اللي هنا تقريبا في واجهة المجلس في الطابق الثاني. أنت تكلم. نعم. عن وكالات كبيرة أبو خالد، أجهزة إلكترونية. نعم. قطاع الأغذية، لوكالات سيارات. صح. الواحد يتساءل في ذيك الفترة شلون واحد ياخذ وكالة من الوكالات هذه، شو اللي كان صاير بالضبط؟ طبعا كان السوق بسيط جدا، وكانت في شركة، الشركة الأفريقية الشرقية اللي هي يونيليفر، وكالة يونيليفر الليبتون واللوكس والصابونات وكذا، كانوا أيضا مستأجرين عندنا مكان في خلف المجلس، كنا وكلاء أعمال هذه الشركة يعني، لكن ما ندخل في البيع والشراء ولا يعني شو اسمه، إلى أن قررت الشركة تقريبا أنها بتترك. أفلست تقريبا الشركة الأفريقية ذيك الأيام، تقريبا أفلست وقرروا يسكرون مراكزهم في الخليج وفي الدول الأخرى.
فاخذنا الوكاله تبعهم وصرنا احنا اللي نوزع، واحنا اللي نستورد البضائع منهم ونوزعها في السوق. بخالد، وانا داخل المجلس شفت صوره في صدر المجلس. صح. الصوره هذه ترجع لسنه 46. نعم. لما اشوف المجلس وين مكانه كان على البحر. صح. خبرنا عن المجلس وذكرياتك. صح. المجلس اول طبعا كان على البحر، كانت حتى المراكب ترسي قدامه. المجلس هذا ما شاء الله عمره تقريبا اكثر من 130 سنه، جدي محمد بناء، والبناي المقاول اللي سواه كان بناي مشهور اسمه عبد الله الميل، هو اللي طبعا قام باعمال البناء في المجلس بتكليف من جدي محمد. المجلس ما شاء الله كان تقريبا وجهه حق اللي جايين من برا الدوحه واللي جايين يبون يروحون سوق واقف، كانوا دائما يمرون ويتقهون عندنا وبعضهم يرتاحون ويتغدون، فتقريبا كان مثل الاستراحه للناس اللي جايين من الخور والذخيره والمدن القريبه والبعيده من شتى انحاء قطر. يعني ليه تجتمعون في ابو خالد؟ اي للان والحمد لله الصبح والمساء، في حتى اللي يشتغلون في السوق واللي عندهم اعمال في السوق واللي يروحون كل يوم يتمشون في السوق يجون يمرون هني ويتقهون في المجلس. جزاه الله خير سمو الامير الوالد الله يحفظه ويطول في عمره. تقريبا كان المجلس آيل للسقوط والدوله استملكت، طبعا المنطقه كلها استملكتها الدوله، فجزاه الله خير سمو الامير الوالد امر هيئه المتاحف يصورون المجلس قبل لا ينهدم ويصورون التفاصيل، وعادوا بنائه كما كان عليه يعني في السابق، وامر انه يكون المجلس لعائله المانع تقعد فيه وتستخدمه كما كانوا يعني سابقا. ايش رايك انت قهوه احد؟ ابرك سعد. يلا تفضل. التاجر بخالد دائما يكون مشغول او حتى مسافر، وفي حاله الغفر للوالد كان في منصب في الحكومه كوزير صحه، كيف تاقلمت وتعايشت مع الوضع؟ والله كان الوالد دائما مشغول تقريبا، وخفف طبعا من شغله الخاص لان التزامات الحكومه والتزامات وظيفته، هو تقريبا تعين وزير الصحه عينه الشيخ خليفه بن حمد ال ثاني الله يرحمه ويغفر له في سنة 72. أنا طبعاً ما كنت لازلت صغير وما كنت أذكر يعني ذيك الأمور، لا يعني كان عمري تقريباً 4 سنين في ذاك الوقت، ف يعني تقريباً نشوفه يعني وقت الغداء ساعات، وأسفاره كانت واجد، فتقريبا لكن الحمد لله كان حريص يعني انه يجمعنا دائما على الغداء ويجمعنا ويودينا معاه المجلس في كل مكان، مثلا في نهاية الأسبوع إذا ما في مدارس كنا دائما نجي معاه المجلس، وخاصة صلاة الجمعة ونمر على الأهل والأقارب عماتي وعمامي وكذا، فكان تقريبا اجتماعي جدا الوالد. وين سنة كم أبو خالد أنت؟ أنا ولدت في 68. أي فريج؟ في تقريبا في الجسرة، لكن ما أذكر يعني أيام الطفولة طبعا ما أذكرها، إلا أذكر فريج عبد العزيز اللي تحولنا إليه. مراحل التعليم بخالد، ذكرياتك فيها كابتدائي إعدادي ثانوي حتى الجامعة. نعم، في الابتدائية طبعا كنت في صلاح الدين الأيوبي، وبعدين الإعدادي قطر الإعدادية، والثانوي مدرسة الاستقلال. تخرجت الحمد لله قسم أدبي، تخرجت بمجموع 78%، وكان في ابتعاث حكومي. شكرا. حصلت بعثة على الحكومة، لكن كانت التخصصات تقريبا الاختيارات قليلة جدا، كان في صرف صحي، إدارة مستشفيات، صحافة، فيعني اخترت الأفضل موجود اللي هو إدارة مستشفيات.
فسألني الوالد شو اخترت؟ قلت له إدارة مستشفيات يعني. واسطة بيقول. فعصب علي يعني، عصب علي وقال لي شلون شايفني وزير الصحة يعني، خلاص رحت إدارة مستشفيات. قلت له والله هذا الموجود يعني، هذا أفضل الموجود يعني. فالحمد لله يعني أصر علي الوالد أني أغير التخصص، والحمد لله يعني بعد تقريبا ما أخذت اللغة وبعد سنتين تقريبا، والحمد لله يعني كملت على إدارة مالية. خالد، تكلمنا عن تاريخك في الشركة، من متى دخلت الشركة هذه؟ من سنة كم؟ سنة تقريباً 92، بداية 92. تخرجت من أمريكا، أول ما جيت واحد من عيال عمي بدأ يعني تقريباً يحاول فيني 3 أسابيع أن يقول لي الشركة ما فيها أحد من عيال الشركة وكذا، وأنت متخرج من أمريكا وفي مجال الاقتصاد. أنا إدارة مالية التخصصي، فيعني قلت له أنا صراحة أفضل العمل في الحكومة. قال لي يعني لكن الشركة ما فيها حد من الجماعة، ولازم تكون يعني وأنت طبعا ابن مؤسس الشركة، فيفضل أحاول يعني. ولما أقنعني وقلت إن شاء الله ومسكت يعني، بديت دخلت كمتدرب في الشركة لمدة تقريباً 10 شهور. بعدين راح المدير اللي ماسك الشركة واضطريت أني أمسك الشركة، وكانت خبرتي يعني بسيطة. انطباع الموظفين وقتها شلون كان؟ هل كانت في نظرة أن اللي جاينا الحين جالس يتعلم عندنا؟ لا والله كانوا متعاونين معي كثير، الحمد لله توفقت يعني. كانوا الموظفين ما قصروا يعني معي، وكانوا يعطوني معلومات كثيرة، وكانوا دائما يعني يقولوا لنا مثلا، يقولوا لي تعال معنا نجتمع مثلا مع الوزارة الفلانية ومع الجهة الفلانية كذا، عندنا مثلا عقد وعندنا امور لازم نناقشها معنا، وكنت دائما اروح معهم يعني ما اقصر معهم. بخات، خبرنا عن مجالات وانشطة المانع والشركاء. المانع والشركاء طبعا في عندنا قسم المواد الغذائية والاستهلاكية اللي في شركة يونيليفر، اللي هي من ضمن منتجات يعني، طبعا عندها منتجات كثيرة، ولكن عندنا اللوكس والسنسلك والدوف والأومو والسيجنال 2 والكلوز اب ولايف بوي، يعني منتجات ما شاء الله كثيرة يعني. ما شاء الله. شو بعد ليبتون هنا ورامبو؟ نعم. هذه القسم الآخر بعد هو قسم أنشأناه علشان ما يصير تعارض بين الشركتين. فعندنا وكالة رينبو، وعندنا جونسون واكس اللي هو ريد، والمعطرات والريفريشنر للغرف، وعندنا القسم الثاني اللي هو القسم الأجهزة المنزلية اللي هو فيليبس وفريجيدير وسيمنز، ويعني غسالات وثلاجات ومكيفات وتلفزيونات ويعني حلاقة وأشياء كثيرة، أدوات المطبخ. هذا القسم الثاني. وبعدين قسم أجهزة وأثاث المكاتب اللي هو من سجاد إلى الأثاث إلى الكمبيوترات إلى مينولتا وأوسي وكمبيوترات أيضا. ف يعني تقريبا هذا بشكل عام يعني. شو الفرق أبو خالد بين الوكيل والموزع؟ أنتم في حالتكم وكيل. نعم، الوكيل هو اللي يتعامل مباشرة مع الشركة اللي تصنع المنتجات، أما الموزع هو اللي يوزع عن طريق الوكيل.
فقد يكون موزع لوكيل في دول الخليج أو قد يكون موزع لوكيل محلي. بخالد، من التسعينات وانت في الشركة، لو رجع فيك الوقت ورجعت السنين، قرار تحسفت انك اتخذته، لو رجع فيك الوقت ما كنت اتخذته مرة ثانية؟ والله هو مو مسألة اني تحسفت اني اتخذته، تقريبا يمكن الاستثمار اكثر في العقار، هذا كان المفروض اركز اكثر فيه في مجال الشركة، ولكن واجهت بعض المعارضة من واحد من أعضاء مجلس الإدارة، يعني كان يقول لي أن هذه أنشطة الشركة تختلف، يعني إحنا المفروض ما ندخل في العقار، وأنا كنت مصر يعني أني أدخل في العقار، وحتى على الأقل أني أشتري مقر للشركة، والحمد لله يعني أقنعتهم وأخذت أرض الحمد لله وتوفقنا فيها يعني. ودخلت بالعقار؟ دخلت بس بشكل قليل، يعني كان ودي أني أدخل بقوة يعني. تشوف أبو خالد أن القطاع العقاري فيه راحة بال أكثر من باقي الأنشطة؟ إيه أكيد. من أي ناحية؟ وتقريبا هذا بالعكس قطاع أستهوي أنا، يعني أستهوي القطاع بحكم أني يعني دراستي أيضا في الفاينانس في الإدارة المالية، تقريبا الأسهم والعقارات تستهويني أكثر من أشياء ثانية. خبرنا أبو خالد عن أكبر صفقة سويتها في تاريخك. والله أكبر صفقة شريت أرض للشركة، كان تقريبا كان عليها مزاد. متى الكلام هاي؟ في 98 شريتها، إذا تعرف فندق لاسيقال. صحيح. وأبراج الشموخ، هذه الأرض اللي فيها الآن أبراج الشموخ، نعم هذه الأرض أنا شريتها للشركة، وتقريبا لكن للأسف يعني احنا كنا حاطين تارجت اذا وصلت سعر معين بنبيع، واذا ما وصلت احنا مستمرين في تقريبا التطوير والخرائط وكل حاجة، فالحمد لله يعني وصلت سعر كبير بالنسبة، يعني تقريبا من شريتها الى بعناها شريناها في 98 وبعناها في 2008 بالضبط، بعناها بعشرين ضعف السعر. صاحب الفضل رجع لك طبعا، انت صاحب الفضل. الفضل لله طبعا، ولكن كانتك نظرة نقول. انا كنت حريص اني يعني اخذ مقر للشركه طبعا. خبرنا عن اراضي اخذتها او اقترحت انك تاخذها للشركه لكن عانيت فيها، او صارت ظروف خارجه عن الاراده. نعم. وصار عليها خلاف مثلا، هل واجهك الموقف هذا مثلا؟ والله شريت أرض تقريبا ما كنت مقتنع فيها، لكن اللي يشتغل عندي أصر أني أخذها، هذه لي شخصيا يعني، فأخذتها وقطعتها وما قدرنا نبيعها، فتقريبا توهقت فيها، سويت جاني واحد واقترح علي بادل بين الأرض أخذ مبنى وأعطيهم الأرض، فأخذت مبنى وعطيتهم الأرض، ولكن للأسف للحين المبنى ما تأجر يعني، فهذه تقريبا الغلطة الوحيدة اللي للحين يعني أذكرها. هل في صفقة ثانية أبو خالد تحس أنها فعلا ضبطت معك توفيق رب العالمين؟ الصفقة الصراحة أعتز فيها لأني اجتهد فيها واجد، في صفقة تأجير هي BOT Build Operate and Transfer، اللي هي بناء و إدارة وتحويل للملكية، عملتها مع البنك البريطاني، كانت عندنا أرض على الكورنيش. في سنة كم تقريبا؟ هذه تقريبا في سنة 98 بدينا التفاوض وخلصنا، طبعا خذتنا 6 شهور تقريبا لما خلصنا، أو يمكن سنة لما خلصنا الأمور القانونية، والأمور كانت يعني تقريبا حول 80 صفحة، اللي هو مستندات القانونية للعقد، عقد التأجير وعقد تأجير الأرض وعقد تأجير بناء وعقد بناء وعقد سلفة وقرض. بخالد، هل في لكم شركات أخرى غير المانع والشركاء اللي داخلة في وكالات المواد الغذائية المواد الاستهلاكية بالإضافة للأجهزة الكهربائية؟ لا طبعا، هذه المانع والشركاء هذه التخصصات اللي فيها اللي قلناها، أجهزة وأثاث المكاتب، المواد الاستهلاكية والغذائية، والأجهزة المنزلية.
في شركة المانع للهندسة والمقاولات، وأيضا شركة قطر للتنظيف، وشركة المتحدة للأمن. هذه الشركات. بما أن احنا الحين في مقر الشركة، ودنا نشوف الشروم تحت. إن شاء الله أبشر. إجمالي الموظفين والعمال كم عندكم في الشركة؟ تقريبا الشركات كلها يعني حول 4000 موظف. أعطي الأجر حقه قبل أن يجف عرقه. بخات كيف يطبق هذا الحديث؟ هذه وصية الوالد الله يرحمه. يعني أول ما استلمت الشركة كان يحرصني، يقول لي أعطي الأجر حقه قبل أن يجف عرقه. ومن ذاك اليوم إلى يومنا هذا، وإحنا الحمد لله يعني نعطي الرواتب في تاريخ 26 من الشهر، حتى قبل لا ينتهي الشهر. خلال فترة من الفترات كنت عضو بالغرفة، تطور الوضع وصرت رئيس الغرفة. خبرنا عن التجربة هذه. طبعا في البداية كانت أول مرة يصير انتخابات للغرفة. سنة كم؟ سنة 98. كنت قاعد في مكتبي وجاءوا عيال عم الوالد اللي هم شركاء في الشركة وقالوا لي ها ما رشحت نفسك؟ قلت لهم لا. قلت لهم وشو؟ قالوا ما قريت الجرايد. قلت لهم لا للحين ما قريتهم، في الليل اقراهم انا. فقلت لهم شو اللي صاير؟ قالوا في انتخابات للغرفه. قلت لهم والله يعني ما احتاج ارشح نفسي. قالوا لا زين رشح نفسك. قلت لهم يعني اذا برشح نفسي انا برشح نفسي علشان نطرح المشاكل والمعوقات اللي تواجه القطاع الخاص وتواجهنا كشركه وك يعني جميع القطاع الخاص، لكن ك يعني برستيج والامور هذه انا ما تهمني يعني. فقالوا اوكي توكل على الله وبس. ومن عقبها رشحت نفسي والحمد لله تقريبا فزت في الانتخابات، اخذت على الاصوات يعني. وقتها كم كان عمرك؟ كان عمري تقريبا اعتقد 35 سنه. الاصداء، اصداء الفوز وانت بهذا العمر، نعم. كيف لاحظت على الجميع؟ الصراحه كانت مسؤوليه كبيره علي، و يعني ما كان عندي تجربة كمجلس إدارات. كنت تقريبا في الشركة أنا تقريبا اللي أتخذ القرارات وكانت تأخذ القرارات بسرعة، لكن كمجلس إدارة و17 عضو وفي أمور صراحة تعرف ودك تسويها لكن تجد معارضة من الآخرين، وطبعا الأغلبية هي اللي تقرر وشو سواء نسوي هالشغلة ولا ما نسويها. فهذه تقريبا تجربة كانت بالنسبة لي صعبة شوي يعني، لكن الحمد لله تجاوزناها. تجربة الغرفة كيف ضافت لك رجل أعمال؟ والله تقريبا الغرفة أول شيء يعني أول ما مسكت الغرفة كانت يعني تجربتي بسيطة كرئيس غرفة تجارة، وتقريبا بعدها بكم شهر كلموني من الديوان الأميري وقالوا في جولة مع سمو الأمير بتروح. سمو الأمير الوالد ذيك الأيام كان هو سمو الأمير، فقالوا لي في جولة لسمو الأمير ونبغيك تروح معه. والصراحة كان لي الشرف يعني أني أرافق سمو الأمير في كذا جولة من جولاته، الله يعطيه الصحة والعافية. وهذه تقريبا اول شيء يعني ما كنت يعني بالضبط اعرف ايش المطلوب مني، ولكن الحمد لله تجاوزنا هذا وادينا عملنا ان شاء الله بما يرضي الله وما يرضي سمو الامير والقطاع الخاص.
المناصب اللي شغلتها هل فقط رئيس الغرفة في ذيك الفترة؟ صراحة طبعاً في مناصب دورية تكون، صرت رئيس غرفة، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ونائب رئيس اتحاد الغرف العربية، هذه تقريباً اللي كان وكانت دورية يعني تقريباً، فجاءت في وقتي يعني لما كنت رئيس غرفة التجارة. الإنجازات اللي فعلاً تفتخر فيها في وقتها؟ طبعاً استلمنا الغرفة، كانت الموارد المالية قليلة للغرفة، يعني يدوب تكفي حق رواتب الموظفين والأمور الثانية. الحمد لله قدرنا نستثمر أموال الغرفة، كان في أموال متراكمة يعني فائضة من السنين السابقة، الحمد لله استثمرناها في البورصة، وأيضا شرينا مقر للغرفة، مقر ثابت إلى الآن موجود الحمد لله. يعني أيضا كثفنا جهودنا مع القطاع الخاص وعملنا ندوات كثيرة مع القطاع الخاص، وأول ندوة عملناها هي ماذا يريد القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر، والحمد لله كان لها مردود جيد. نبي نتكلم عن هوايات أبو خالد. أبو خالد شو يحب يمارس؟ أنا يوم كنت صغير كان خالي الله يرحمه حريص إنه يعني شوي يخلينا أقوياء، كان ما شاء الله عليه شوي يتمتع بالقوة والصحة، فوداني منظمة التحرير الفلسطينية خلاني أتدرب تايكوندو، كان عمري تقريبا يمكن 10 سنين، استمريت تقريبا يمكن أقل من سنة وسكروا المنظمة، فكنت دائما أفكر في التايكوندو، يعني أحاول أني أستمر فيها في الرياضة هذه، إلى أن رحت أمريكا وصار عندنا يعني ودورت مدارس للتايكوندو، وكان من حظي أنه كان جنب المكان اللي ساكن فيه. الهواية الثانية كانت أيضا ركوب الخيل، كنت أقفز في بالخيل. نصيحتك أبو خالد لأخوانك رواد الأعمال اللي توهم في أول سلم التجارة؟ أنا أنصحهم أنهم ما يستعجلون، وأنهم دائما ينظرون للجودة، يقدمون الشيء الجيد ويكون عندهم مصداقية في العمل، أهم شيء الصدق في المعاملة يعني، وهذه اللي تكسبك سمعة، الصدق في المعاملة والالتزام بالمواعيد والأمانة في العمل والأمانة مع الآخرين، فهذه الواحد يحرص عليها، الأمانة في العمل حتى الأمانة في وقتك، هذا بعد وقتك اللي تأديه في الشغل أمانة هذا، فإنه ما يتسيب في عمله، ويعني أنهم لا يتسرعون في يعني عمل مشاريع كبيرة بدون دراسة، أول شيء خلي يبدأ من الصغر، يعني لا يتوسع ويفكر في أنه يفتح أفرع ثانية قبل لا يشوف النجاح ويشوف يكون وضع المالي جيد، يعني يكون وضع المالي جيد وبعدين يبتدي يفتح أفرع ثانية. السيد محمد بن خالد المانع، كنت شخصية اليوم، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، جزاك الله خير ومشكور على هذه الاستضافة في البرنامج. المردود العالي ما له داعي إذا كان الحساب راحة بالك أو وقتك أو حتى صحتك، شوف لك نشاط ثاني ولو ربحه أقل ولكنه يستهويك. ضيف جديد وقصة نجاح جديدة بالحلقة القادمة.